لو انك كل سنه بسنتك كنت تسد جلاد ما كثر عليك هذا الدين. يعني هسه لو بعت بيتك وارضك ما بتقدر تسد دينك. بين الله يا عمي هذا اللي صار. والله يابا بعد اذنك انا عندي فكره ممكن تخلص اهالي القريه من حكايه السماد اللي بيشتروه من جلاد. قول يابا قول. هسه كلياتنا بنعرف انه اهالينا وجدودنا كانوا يستخدموا السماد العضوي قبل الكيماوي. وكلياتنا بنعرف انه هالقريه مليانه كثير بشجر السنديان. هذا شجر كل سنه بوقع ورقه. الورق بيختلط مع التربه. التربه هاي بيتكون فيها من خلال الورق عناصر كثير مهمه للزراعه. احنا مهمتنا انه نجمع هالتربه من تحت الشجر ونخلطه مع الزبل البلدي ونخمره، وهيك بصير في عنا سماد عضوي اهم بكثير من السماد اللي بيبيعهم يا جلاد. ما شاء الله عليك يا عمي، ما شاء الله عليك. ما هو لما يكون مهندس يا ابو حاتم لازم كلنا نستفيد منه. اها هذا صحيح. هسه المطلوب يابا من كل مزارعين القريه يلموا هالزبل الموجود ويحطوه في ركن البياره، وبعد هيك يجمعوا هالتربه من تحت الشجر عشان عمليه التخمير وعمليه الخلط. واحنا كلاتنا لازم يا اخوان نتعاون في هاي العمليه، بس في البدايه لازم نحفر الحفره. ما حدا راح يقصر. انا بلوم شباب القريه واكون قدامه. ولا بالتراكتر جاهز لاي حمل بعد اذن عمه بسند. والله هذه نعمه كبيره، وهذا القول ما عليه حكي ابدا، وانا راح تلاقوني باولكم يما. طيب يا جماعه على بركه الله.